السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب في سيشن رقم 9 من كورس تعليم ساب 2000. في السيشن بتاعت النهاردة هنبدأ مع بعض نخش في الفريم، وبرضو عندنا في الـ 2D، بس هناخد مثال أدفانسد شوية وهنبدأ نتعرض لشوية حاجات جديدة. طيب باشمهندس، هو إيه شوية الحاجات الجديدة اللي هنبدأ نتعرض لها؟ أول حاجة يا باشمهندس هنبدأ نتعرض عن طريق حاجة اسمها الديسبليسمنت، إزاي أقدر أحط فورس ولكن كديسبليسمنت. تاني حاجة يا باشمهندس، ازاي اقدر احط السبرينج بتاعي. تالت حاجة، ازاي اقدر احط لود يبقى هو في اتجاه الجرافيتي ولكن يبدأ يتحلل على الفريم بتاعك اللي هو مايل. ازاي اقدر كمان احط لود مايل على الفريم بتاعي. فاحنا هنبدأ نتعرض مع بعض لشوية حاجات. طيب تعال نشوف مع بعض ايه الخطوات اللي احنا بنبدأ نعملها. اول خطوة يا باشمهندس، بنبدأ نبص على اليونتس، فاليونتس بتاعتي كانت الطن والمتر. تاني حاجة يا باشمهندس، بتبدأ تخش في الجريدز وتشوف هو الجريدات بتاعتك او البلان بتاعك هو في اتجاه ايه. هتلاقي ان البلان اللي احنا شغالين عليه على طول هو في اتجاه اكس وفي اتجاه زد. طيب باشمهندس، عدد الجريدز اللي في اتجاه اكس بكام وعدد الجريدز اللي في اتجاه زد بكام؟ اول حاجة يا باشمهندس، اهو ادي اول جريد في اتجاه اكس، وادي التاني، ادي التالت، ادي الرابع. طيب في اتجاه زد يا باشمهندس، عندك في اتجاه زد 1 2 3، يبقى انت عندك 4 في اتجاه اكس وعندك 3 في اتجاه زد. طيب تعال مع بعض نشوف الكلام دوت جوه البرنامج واحده واحده. هنخش على برنامج الساب وهنقول له فايل، هنقول له فايل نيو موديل، وهنبدا نقول له باشمهندس انيشاليز الموديل فروم اكزيستنج فايل زي ما قلنا المره اللي فاتت، وهقول له جريد اونلي، واروح امسك اي فريم انا كنت عامله في السيشن اللي فاتت اهو، عشان ابدا اخد بس البروبرتي بتاعه الفريم دوت. وهقول له احنا اتفقنا في اتجاه اكس عندي 4 جريدز، في اتجاه واي عندي هو 1، في اتجاه زد عندي 3 جريدز. قول له اوكي. هيبدا يفتح لك التو ويندو زي ما احنا متعودين. هنقفل الويندو بتاعه 3D وهنفتح الويندو بتاعه الاكس زد، وهنقول له رايت كليك اديت جريد داتا، وقول له موديفاي، وهنبدا نقول له بدل اوردينتس هتبقى سبيسنج، وهنبدا نحط المسافات بتوين الجريدز. اول حاجه يا باشمهندس في اتجاه اكس عندك 1.5، بعد كده 6، بعد كده 5، اهو عندك هنا 1.5، بعديها 6، بعديها 5. طيب في اتجاه زد يا باشمهندس عندك 4 متر، بعد كده 1 متر، اهو يا باشمهندس عندك هنا 4 متر وعندك هنا 1 متر. بعد كده هنقول له اوكي. اوكي بدأ يحط لك الجريدز زي ما انت شايف. طيب لو انت ملاحظ يا باشمهندس ان تالت خطوه انا كنت ببدأ اعملها، ان انا كنت بعمل ديفاين للماتيريال وديفاين للفريم سيكشن. في الحاله اللي قدامك دي بقى هنتعرض لحاجه جديده، وهي ازاي اقدر احط فريم سيكشن بناء على البروبرتي بتاعه المومنت اوف انيرشيا بتاعته. يعني هيبقى الموضوع تناسبي شويه. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني عندك الفريم دوت لما يجي يبقى مرسوم هيترسم بالبروبرتي اللي هي اي، والفريم دوت هيبقى 2i والفريم ده هيبقى 3i، فبقى نسبه وتناسب ما بينهم. فما بقاش فارق معاك السكشن بتاعك كام في كام، لا انا هرسم بسكشن واحد واعتبر ان اي سكشن اللي انا هرسم بيه دوت هو الديفولت اللي انا هرسم بيه. بعد كده هبدا اغير في البروبرتي بتاعه المومنت اوف انيرشيا زي ما هنشوف مع بعض. اول حاجه يا باشمهندس هتروح تعمل ايه؟ هتروح دلوقتي ترسم بايه؟ ترسم بفريم واحد ايا كان هو ايه. هرسم مثلا بالفريم ده اللي هو 30 في 60، بس شرط ترسم كله بال 30 في 60، تمام؟ فانا هرسم دلوقتي. طيب تعالى يلا بينا هرسم اهو من هنا لهنا، تمام، وبعد كده من تحت لفوق كده، وبعد كده اخش يمين كده، تمام، وبعديها ابدا اعمل كده من النقطه دي للنقطه دي، وبعديها من البوينت دي للبوينت دي. طيب باشمهندس هتقول لي انت ازاي رسمت يا باشمهندس من البوينت دي للبوينت دي وانت قايل لي ان انا لازم ارسم من الشمال لليمين؟ اقول لك طب ما هو لو انا رسمت من الشمال لليمين برضه هيبوظ معايا، فهرسم من فوق لتحت. فانا في الحاله دي هعمل ايه؟ كل الفكره كلها ان انت تبقى عارف انت راسم ازاي عشان اللوكال اكسيس بس بتاعت الفريم ما تتغيرش، تمام؟ طيب انا هنا رسمت الايه؟ الفريم بتاعي. هتلاقي ان هو ظاهر لك اللوكال اكسيز بتاعه البوينتس اللي انت راسمها. عايز اخفيها، عشان تخفيها بتروح بالماوس على السيت ديسبلاي اوبشن،
او تدوس على كنترول دبليو كنترول دبليو وتقول له عند الجوينتس انا مش عايز اظهر اللوكال اكسيز وتقول له اوكي خفالك اللوكال اكسيز تمام انا كده رسمت الفريم يا باشمهندس زي ما عندي اهو عندي الفريم بتاعي اهو انا رسمته تمام جدا نبدا بعد كده نعمل ايه نبدا نعمل اساين هاساين هنا يا باشمهندس هاساين هنا هنج وهي هاساين هنا هنج زي ما متعودين هناخد الحاجات اللي احنا عارفينها بعد كده الحاجات الجديده هنتعرض لها في الاخر يبقى انا عندي هنا هنج وهنا هنج هروح على الساب هقول له عند البوينت دي وعند البوينت دي اهي عند البوينت دي وعند البوينت دي اللي هو تو بوينت سيلكت تحت اهو هقول له اساين جوينت ريسترين هنج تمام ابلاي اوكي تمام يا باشمهندس بعد كده المفروض اعمل ايه بعد كده هقول له الاتي هقول له يا باشمهندس انا عايز احط ديستريبيوتد لود في اتجاه الجرافيتي قيمته 2.5 طن بير متر راند سهله جدا همسك الفريم هسلكت عليه وهقول له اساين فريم لود ديستريبيوتد وهقول له يا باشمهندس في اتجاه الجرافيتي تمام بقيمته كام قيمته 2.5 وتاكد ان هو طن بير متر راند قول له ابلاي اوكي تمام جدا يا باشمهندس وهتحط كمان عند الفريم دوت ديستريبيوتد لود ولكن نون يونيفورم هيبدا من الزيرو وهيروح للثلاثه عند مسافه كام عند مسافه 6 متر زي ما قلناها المره اللي فاتت يبقى هبدا دلوقتي هسلكت الفريم اهو ده هتلاحظ ان انا لما جيت رسمت الفريم رسمته كله حته واحده وانت عايز نصه بس اللي هو نص الفريم ده اللي هي الحته دي طيب اعمل ايه يا باشمهندس هل همسح وارسم تاني حل برضه يعني انت ممكن تمسح دلوقتي كده وتبدا ترسم فريم تاني من النقطه دي للنقطه دي وبعد كده للنقطه دي وبعد كده تقول له خلاص انا مش عايز حاجه تمام بس تخلي بالك ان هنا الهنج بتاعي اتشال فلازم اعمل اساين جوين ريسترين هنج تمام ده اول حل طيب الحل التاني ايه يا باشمهندس الحل التاني اللي يخليه اقسم الفريم بتاعي لتو فريمز تعال نشوف هنرجع مع بعض بكنترول زد اهو دوت فريم لوحده هقول له انا الفريم ده همسكه وهمسك البوينت اللي انا عايز اقسم عندها وهقول له edit line divide frame عايز اكسر الفريم بتاعي اهو divide frame طيب هيسالني سؤال انت عايز تكسر الفريم بتاعك لعدد معين ولا عايز تكسره عند intersection مع joints فعلا انت عايز تكسره مع selected joints يعني joints انت مختارها وانا لسه مختار النقطه اللي في النص قول له ابلاي اوكي وبكده يا باشمهندس هيبقى قسم لك الفريم دوت ادي فريم وادي الفريم التاني تمام جدا اهو هو ده حلو قوي طيب باشمهندس هتروح تعمل ايه بقى هتمسك الفريم وتقول له اساين فريم لود ديستريبيوتد وما تنساش اعمل ريسيت عشان تبدا من الاول وتقول له في اتجاه الجلوبال في اتجاه الجرافيتي فعلا طيب ريلاتيف ولا ابسوليوت انت بترتاح في ايه شرحناها برضو المره اللي فاتت هنقول له عند الابسوليوت عند 0 متر اللود بزيرو وعند ال 6 متر اللي هو اخر الفريم انا هحط اللود بتاعي ب 3 هحط اللود بتاعي ب 3 اهو وتقول له ابلاي اوكي حط لك اللود بتاعك على انه تريانجلر اهو مثلث قيمته هنا 3 وهنا قيمته 0 حلو قوي يا باشمهندس طيب هعمل ايه كمان هعمل كمان الديستريبيوتد لود اللي هو اليونيفورم دوت ولكن ده في اتجاه محور اكس مش في اتجاه الجرافيتي فهعمل ايه همسك الفريم ده وهقول له اساين فريم لود ديستريبيوتد واقول له ريسيت ولكن بدل اتجاه الجرافيتي لا انا هخليها في اتجاه اكس طب قيمته قد ايه يا باشمهندس كانت قيمته 3.5 طن بير متر راند ابلاي بص عمل لك ايه عمل لك ديستريبيوتد لود قيمته 3.5 طن في اتجاه البوزيتيف اكس حلو قوي زي ما عندي في المساله بتاعتي اهو في اتجاه البوزيتيف اكس 3.5 طن بير متر راند يبقى انا كده يا باشمهندس عملت ايه يبقى انا دلوقتي عملت الديستريبيوتد لود وعملت الديستريبيوتد لود ده وعملت كمان الديستريبيوتد لود ده اللي هو النون يونيفورم ناقص لي اعمل ايه كمان انا عارفه هعمل كمان الكونسنتريتد لود ده اللي هو 1 طن وبرده الكونسنتريتد لود ده اللي هو 1 طن والمومنت اللي هو 2 طن في المتر يلا بينا نروح على الساب هنعمل الكلام ده تمام هروح دلوقتي اقول له ايه اقول له انا عايز عند البوينت دي عايز اساين ولكن جوينت لود فورسز وهقول له في اتجاه ايه
هي كانت في اتجاه نيجاتيف زد، فهقول له سالب 1 طن واقول له ابلاي، فحط لي كونسنتريتد لود قيمته اهو 1 في اتجاه النيجاتيف زد. طيب تاني حاجه عايز كمان احط 1 طن في النص بتاع الفريم ده، نص الفريم، وعايز احط مومنت برضو في نص الفريم. طيب باشمهندس انت هل في نقطه في نص الفريم؟ مش عارف، مش لاقي نقطه في نص الفريم تمسك منها عشان تقصين عليها، فلازم تعمل جوينت في نص الفريم. طب اعملها ازاي يا باشمهندس؟ هتروح بالماوس بتاعك على ايدك الشمال وتقول له درو سبيشال جوينت، وتقول له انا عايز دلوقتي ارسم بوينت. طيب البوينت دي هتبعد قد ايه؟ على حسب هتبعد من مين. انا هبعدها من النقطه دي، يعني لما اجي ارسم دلوقتي البوينت هي بتبعد عن النقطه دي قد ايه وفي اتجاه ايه؟ هي هتبعد قيمه معينه في اتجاه اكس. طب القيمه دي قد ايه يا باشمهندس؟ تعال نشوف على الرسمه. نص الفريم، الفريم بتاعها 5 متر يعني 2.5، فانا هكتب هنا 2.5 تمام، وهدوس هنا بس كده. يبقى انا دلوقتي عملت سبيشال جوينت، طبعا الجوينت دي غلط ها، فهمسحها دلوقتي. تمام، انا عندي هنا السبيشال جوينت دي، هدوس عليها وهقول له اساين جوينت لود فورسز. انت عندك بقى الفورسز اللي على النقطه دي ايه؟ انا عندي 1 طن، عندي 1 طن في اتجاه النيجاتيف زد، وعندي 2 طن في متر اللي هو المومنت، وبيلف عكس عقارب الساعه. قلت لك بقاعده اليد اليمنى لف، هتلاقي صباع الابهام داخل لجوه، يعني هو في اتجاه واي. طب في البوستيف ولا في النيجاتيف؟ كانت في البوستيف. طب ليه يا باشمهندس في البوستيف؟ لان انا لما جيت وريتك، لما انا جيت وريتك ال 3 دي ده، قلت لك ان المحور واي داخل لجوه، يبقى معنى كده ان المومنت لازم يبقى في اتجاه البوستيف بتاع الواي. ارجع تاني عند الاكس زد وهقول له اساين جوينت لود فورسز، وهقول له عند الزد بنيجاتيف 1 صح، وعند الواي ب2 في البوستيف، وقول له ابلاي. اوكي، فهو حط لك 1 طن في اتجاه النيجاتيف زد، ولما تيجي دلوقتي تبص على 3 دي هتلاقي 2 طن في اتجاه مين؟ في اتجاه واي اهو. لف كده هتلاقي 2 طن في اتجاه واي. في اي مشكله كده؟ تمام، ارجع تاني للاكس زد. يبقى انا كده يا باشمهندس تمام عملت الديستريبيوتد لود، الكونسنتريتد، الديستريبيوتد، النون يونيفورم، وعملت كمان الكونسنتريتد، وعملت المومنت، عملت اساين للهنج، عملت اساين للايه؟ للهنج. ناقص لي دلوقتي اعمل بقى الحاجات المختلفه، الحاجات اللي هنبدا نتعرض لها جديد. زي ايه؟ اول حاجه يا باشمهندس انا عايز اساين الثلاثه مومنت اوف انرشيا هنا، واثنين هنا، وثلاثه هنا. اعملها ازاي؟ هتروح دلوقتي على برنامج الساب وهقول له الاتي. هقول له يا باشمهندس انا عايز الفريم ده يبقى 3 اي، وعايز كمان الفريم ده يبقى 3 اي. اعملها ازاي؟ اتاكد بس ان هما الفريمز دي فعلا الفريم المايل ده والفريم اللي واقف ده. تمام جدا، هقول له اساين، هاساين فريم، يعني هبدا اخصص حاجه جوه الفريم، وهقول له في حاجه اسمها البروبرتي موديفاير، دوس عليها. بيقول لك البروبرتي موديفاير دي ممكن تغير في الموديفاير بتاع اي حاجه، بتاع الاريا، بتاع الشير، بتاع التورشن، بتاع المومنت، بتاع الماس، بتاع الويت. انا عايز اغير في المومنت. طب المومنت اباوت الاكسيز الثاني ولا الثالث؟ احنا اتفقنا ان في الفريم انا عندي الميجر مومنت، المومنت الاساسي بيبقى في اتجاه محور كام؟ في اتجاه محور 3 بالظبط. فهقول له القيمه دي بدل ما هي 1 تبقى 3 ابلاي. هيبقى هيكتب لك عليها بي ام، بي ام اللي هي بروبرتي موديفاير. نفس الكلام هتعمله على الفريم الثاني، بس الفرق كله ان هو بدل 3 اي هيبقى 2 اي. اساين فريم بروبرتي موديفاير، بدل 3 تبقى ايه؟ 2. ابلاي. اوكي، يبقى انا دلوقتي غيرت ده ب3 وده ب2 وده ب3. حلو قوي يا باشمهندس، كده انا خلصت الثلاثه بروبرتي موديفاير. ناقص لي دلوقتي اعمل ايه؟ ناقص لي اول حاجه يا باشمهندس هعملها وهي الحمل المايل ده. طيب عايزك تفكر كده لمده بس 5 ثواني، ازاي ابدا اقصين الحمل ده على الفريم ده؟ هو ايه الاتجاه بتاعه؟ يعني انا دلوقتي عشان احط الحمل بتاعي بيسالني سؤال، بيقول انت في اتجاه الجرافيتي ولا في اتجاه اكس ولا في اتجاه ايه؟ في الحاله دي بقى انا هحط الجرافيتي بتاعي في اتجاه مين؟ فكر كده شويه، اللود بتاعي هحطه في اتجاه مين؟
هحطه بالظبط في اتجاه اللوكال اكسيز. هظهر الاول عند الفريم اللوكال اكسيز وهقول له بقى اه انا عايز اساين اللود ده عند اللوكال اكسيز. تعال مع بعض نعمل الكلام ده. اول حاجه يا باشمهندس انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اشوف اللوكال اكسيز بتاعه الفريم ده، فهقول له وريني اللوكال اكسيز بتاعه الفريمز اهي. وركز بقى معايا، احنا اتفقنا ان اللون احمر دوت هو لوكال اكسيز واحد، واللي لونه اخضر هو لوكال اكسيز اتنين. معنى كان اللود بتاعك هيبقى في اتجاه اللوكال اكسيز اتنين، بالبوستيف ولا بالنيجاتيف؟ بالبوستيف بالظبط. فانا هحط اللوكال اكسيز بتاعي او هحط اللود بتاعي في اتجاه اللوكال اكسيز اتنين بالبوستيف. قيمته قد ايه؟ قيمته 3.5 طن. فانا هعمل نفس الكلام دلوقتي، هقول له اساين فريم لود ديستريبيوتد، بدل جلوبال تبقى لوكال، وبدل واحد تبقى اتنين. يبقى انا دلوقتي هقصين اللوب بتاعي في اتجاه اللوكال اكسيز اتنين، قيمته قد ايه؟ قيمته 3.5 طن بير متر ران. ابلاي اوكي، هتلاقي ان هو حط لك ال 3.5 طن بير متر ران في اتجاه المحور اتنين. يبقى انا كده تمام جدا، حلو قوي. طيب ناقص لي ايه تاني يا باشمهندس؟ ناقص لي اللود ده. ايه بقى الفكره بتاعت اللود ده يا باشمهندس؟ الفكره كلها ان اللود ده يا باشمهندس هو في اتجاه الجرافيتي، حلو قوي، بس في اتجاه الجرافيتي على عنصر مايل، على فريم مايل. طيب فكر كده شويه، هو ايه الحاجه المايله اللي احنا بنستخدمها كل يوم في حياتنا بتبدا تاثر عليها بحاجه جرافيتي؟ السلم بالظبط. قال لك السلم يا باشمهندس هو عباره عن بلاطه خرسانيه بالشكل ده، تمام. ببدا اثر عليها ازاي؟ باثر عليها ان انا بقف على السلالم، بقف على السلم كده صح، بحط لود كده جرافيتي. اللود ده يا باشمهندس بيحصل فيه ايه؟ اللود ده يا باشمهندس بيبدا يتحلل في اتجاه الفريم وفي اتجاه عمودي على الفريم. فانا لازم اقول له الكلمتين دول. الكلمتين دول على البرنامج السابق يا باشمهندس هم عباره عن حاجه اسمها الجرافيتي بروجكتد. يعني ايه؟ يعني هعمل نفس الكلام بالظبط، هبدا امسك الفريم وهقول له اساين فريم لود ديستريبيوتد عادي جدا، بس هقول له في اتجاه الجلوبال في حاجه اسمها الجرافيتي بروجكتد. هيبدا يمسك الحمل بتاعك اللي هو 4 طن بير متر ران ويحلله على الفريم، يحلله في اتجاه كوزين وفي اتجاه الساين. اقول له جرافيتي بروجكتد قيمته قد ايه؟ قيمته كانت 4 طن بير متر ران اهو 4، وهقول له ابلاي. بس كده، بص عمل لك ايه؟ عمل لك 4. طب ايه ده؟ ليه يا باشمهندس كاتبها لي هنا 2.83؟ لان انت يا باشمهندس زي ما قلنا الاربعه دي هي في اتجاه الايه؟ في اتجاه الجرافيتي. هو بقى يعملها لك ازاي؟ هيبدا يحلل لك القوه بتاعتك دي، هيحللها لك كوزين وساين. فلما تيجي انت تحسب الزاويه وتشوف الكوزين بتاعها هتلاقي ان القيمه بتاعتك هي 2.83. يبقى هو اتصرف لك على طول في ثانيه لثانيه، تمام جدا. يبقى انا دلوقتي يا باشمهندس حطيت اللود بتاعي اللي هو ايه؟ حطيت اللود بتاعي اللي هو جرافيتي بروجكتد. طيب حلو قوي، خلصت كده اللود ده وخلصت اللود ده وخلصت البروبرتي موديفاير. ناقص لي بس حاجتين صغيرين خالص جداد برضو، تمام، او ثلاث حاجات. اول حاجه يا باشمهندس هي الكي. ايه الكي ده يا باشمهندس؟ قال لك دي حاجه اسمها سبرينج. قال لك حاجه اسمها السبرينج بتاعك زي السوسته. السوسته دي يا باشمهندس بتبدا تمثل التربه على انها سوسته. يعني لو جيت مثلا حطيت قاعده على السويل بتقول ان السويل بتاعتك دي عباره عن سبرينج بيبدا ياخد الحمل ويحصل له ديسبليسمنت. بقيمه قد ايه؟ بالقيمه اللي قدامك دي اللي هي 50 طن بير متر ران او 50 طن في المتر. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لو قصرت عند النقطه دي ب 50 طن كده النقطه دي هيحصل لها ديسبليسمنت لتحت ب 1 متر. طيب ده يا باشمهندس موجود على برنامج الساب؟ اكيد موجود على برنامج الساب. طيب بعمله ازاي؟ كل اللي انت بتعمله بتروح تمسك النقطه وتقول له اساين، ولكن اساين جوينت حاجه اسمها سبرينج. حلو قوي، بيقول لك السبرينج ده الكوردينيت سيستم هي في اللوكال ولا في الجلوبال؟ خلينا في الجلوبال، هنبدا نحط في الجلوبال. طيب هو السبرينج دوت يا باشمهندس الستيفنس بتاعته هل هي ستيفنس للترانسليشن ولا ستيفنس للروتيشن؟ للترانسليشن بالظبط.
الحركة بتاعتك طب في اتجاه اكس ولا واي ولا زد؟ في اتجاه زد بكام؟ ب50. يبقى انا دلوقتي بقول له ان الاستيفنس بتاعتي ب50 في اتجاه مين؟ في اتجاه زد. قول له ابلاي، قول له اوكي. حط لك الايه؟ حط لك السبرنج بتاعك عند البوينت دي. حلو. ناقص لي دلوقتي يا باشمهندس الحاجه الثانيه، وهي ايه؟ ازاي اقدر احط ديسبليسمنت عند بوينت؟ كل اللي انت هتعمله هتعمل اساين للبوينت دي بس كده. بص هعمل دلوقتي اساين، هقول له عند النقطه دي يا باشمهندس انا عايز اساين. هاساين ايه؟ هاساين جوينت لود، لان الديسبليسمنت هي عباره عن فورس عادي، ولكن بدل فورس تبقى ديسبليسمنت. طيب باشمهندس هي الديسبليسمنت بتاعتك كانت قيمتها قد ايه وفي اتجاه مين؟ ركز كده، هتلاقي قيمتها 1.5 سنتيمتر في اتجاه تحت. تحت ده اللي هو مين؟ النيجاتيف زد اهو. يبقى دلوقتي لازم احط الاتجاه، انا في اتجاه الزد ولكن بالنيجاتيف، و1.5 سنتي لازم احولها لمتر، يعني هقسم على 100 0.015 بس كده، وتقول له ابلاي اوكي. فحط لك دلوقتي، حول لك هو الديسبليسمنت على طول على انها فورس وحطها لك، وبكده يبقى انت خلصت الجزء بتاع مين؟ بتاع الديسبليسمنت. ناقص لك ايه تاني يا باشمهندس؟ ناقص لك بس الحاجه اللي انت خدتها قبل كده، اللي هي الانترميديت هنج دي والانترميديت هنج دي. طيب الانترميديت هنج دي وعندي هنج هنا، مش ده يبقى لينك ممبر؟ ده يبقى لينك ممبر صح؟ يعني هبدا دلوقتي اريليز المومنت في الستارت وفي الاند. طيب الانترميديت هنج دي يا باشمهندس هريليز المومنت فين؟ قال لك هتريليز المومنت عند الفريم ده تمام، ولكن في الستارت بتاعه. الستارت بتاعه لو انت راسم من الشمال لليمين، ها هيبقى في الستارت بتاعه بس كده. فانا هروح دلوقتي هعمل الاتي، هقول له يا باشمهندس، هقول له انا عند الفريم ده انا عايز اساين فريم ريليز، وهريليز المومنت بتاعي في الستارت وفي الاند زي ما احنا قلنا قبل كده تمام. وهمسك الفريم ده هقول له برضو ايه؟ هقول له عند الفريم ده يا باشمهندس انا هاساين فريم ريليز، وهريليز المومنت عند الستارت بس. اهو عمل لك نقطه كده، يبقى هو دلوقتي عمل ريليز عند النقطه دي بس كده. يبقى دلوقتي عملت ريليز للفريم ده. طيب انا عارف دلوقتي ان انت هتفكر في حاجه، هو يا باشمهندس وانا ليه ما عملتش ريليز للفريم ده وريليز للفريم ده؟ الفكره كلها يا باشمهندس في شكل الانترميديت هنج. لو انت ملاحظ هتلاقي الانترميديت هنج دي هي بس فاصله عند الفريم ده اللي هو على الشمال، والفريم اللي هو سوري على اليمين، والفريم اللي هو على الشمال لازق مع الفريم اللي على الشمال ده. انما الحاله بتاعتك دي تنفع لو انا عندي الانترميديت هنج كده عملت ريليز للثلاثه فريمز دول، فهبدا اريليز عند الفريم ده وهريليز عند الفريم ده وهريليز عند الفريم ده. انما الحاله بتاعتنا دلوقتي لا، انا حاطط الفريم كده والتو فريمز دول معمولين كده، يبقى انا دلوقتي هريليز بس عند فريم واحد وبس كده. يبقى انا عملت ريليز. وبكده يا باشمهندس تبقى انت عملت ايه؟ خلصت المساله. بس قبل ما تخلص المساله معلش اظهر اللودز بتاعتك عشان نتاكد. هتروح تظهرها ازاي؟ هتروح على قائمه ديسبلاي وتقول له شو اللود اساينت على الفريم، تقول له ابلاي، هيوريك اللودز كلها اللي موجوده. انا عندي هنا اللود تمام، واللود ده تمام، واللود ده، واللود ده حلو جدا، واللود اللي هو 1 طن، ولو بصينا في ال 3 دي هتلاقي المومنت اللي هو 2 طن في متر، وعندك الكونسنتريتد. ناقص لك لود، اللود بتاع الفريم ده اللي هو كان في اتجاه محور 2، هاساين فريم لود ديستريبيوتد. ليه بقى ما اتحطش يا باشمهندس؟ عشان انت لما جيت حطيت اللود اللي هو جرافيتي بروجيكتد ده كنت عامل ريبليس، وده غلط، لازم تعمل اد. ونرجع بقى نعمل عند اللوكال محور 2 ب3.5، فهيقاد على اللود الموجود، مش هيشيله، مش هيريبليس، تقول له ابلاي. وبكده يا باشمهندس يبقى انت حطيت ال3.5. بعد كده هتعمل رن زي ما احنا متعودين، والموديل اتاكد ان الاكشن بتاعه دونت رن، رن ناو، وتسمي طبعا الفريم بتاعك بالانجلش ادفانس فريم، هنحطه عند سيشن 9 تمام، ونسميه ساب، ونبدا نشوف. بس هوريك المومنت علشان يبقى الشاشه عندك فيها المومنت، ولما تيجي تعمل الاكزامبل يعني لازم تطلع المومنت زي ما انا مطلع تمام. وخلي بالك من حاجه، انا ما عملتش ديفاين لوب باترن سيلف ويت ملتبلاير بزيرو، لا انا عاملها بواحد عادي ماشي.
هوريك عند الفريم الديد لود الام 33 شو فاليو ابلاي اوكي. اهو المومنت بتاعك اهو يا باشمهندس زي ما انت شايف دلوقتي. طيب في حاجه كده عايزك تبقى ملاحظها شويه. ايه هي يا باشمهندس؟ اول حاجه يا باشمهندس هتلاقي ان الفريم دوت الفريم ده كان عليه لود، ولكن الفكره كلها ان هو مقسم الفريم نقطه واحده. يعني ايه؟ يعني الشكل مش بارابولا كده، تحس ان هو شكل خط، وده غلط لان انا عندي ديستريبيوتد لود موجود. طيب اعمل الكلام دوت ازاي؟ هتعمل الكلام ده يا باشمهندس عن طريق ان انت اول حاجه لازم تفك القفل، بعد كده هتسلكت الفريم بتاعك وتسلكت بقى ايه، تقول له اساين فريم وتقول له انا عايز اعمل حاجه اسمها اوتوماتيك فريم مش. هبدا اقسم بس الايه الفريم بتاعي، وهتقول له صح على المينيمم نمبر اوف سيجمنتس، وتقول له الماكسيمم لينس بتاعي نص متر مثلا، وتقول له ابلاي. هيبدا يقسم الفريم بتاعك كل نص متر هيجيب له قيمه. بص دلوقتي هنعمل ران، دلوقتي هتلاقي ان الشكل بتاعك بص بقى برابولا كده، وكل نص متر هو مطلع لي قيمه معينه. نفس الكلام برضو الفريم ده والفريم ده والفريم ده. طيب ما تيجي مع بعض نعملها تاني. هفك القفل وهمسك الثلاثة فريمز دول، هقول له assign frame automatic frame mesh، ونقول له نفس الكلام، ونرجع نعمل run ونشوف المومنت بتاعي بقى عامل ازاي. هتلاقي ان المومنت بص بقى شكله بارابولا كده، بقى الشكل كويس شويه صح كده. نفس الكلام هنا، نفس الكلام هنا، وبس كده يا باشمهندس. وبكده يبقى احنا خلصنا المثال دوت. هو مثال اتعرضنا فيه لشويه حاجات كتير، يعني ما اظنش ان انت هتتعرض لحاجه تاني في الفريمز. احنا تقريبا شرحنا كل حاجه. اي مساله عندك كاستراكشر اليمنت تقدر تحلها على برنامج الساب بكل سهوله. استنانا السيشن اللي جايه باذن الله، هبدا اقول لك الفريم ولكن في ال 3 دي بقى. في ال 3 دي ازاي ببص على الفريم، ازاي برسمه، ازاي بشوف الدنيا في ال 3 دي عامله ازاي. وبس كده. السلام عليكم ورحمه الله.